إسماعيل كذلك فدك حجة إسماعيل، وهذه المراحل حتى يسهل علينا عملية التلبيس، تلبيس الكعبة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم 30 آخر شهر ذي الحجة، بدأنا في أعمال الأولية لترتيب وعملية تلبيس ثوب الكعبة المشرفة. أول ما بدأنا فيه تركيب الحلقات، انظر ركبنا الحلقات الموجودة في الشادروان المرحلة الأولى، وبعد كده بدأنا في تفتيك الجوانب من جميع الجهات وإنزال ستارة الكعبة المشرفة وأربع الصمديات الموجودة في الزوايا، وكذلك القناديل الله أكبر وعددها 5 الموجودة فوق الحجر الأسود. هذه المرحلة الأولى إن شاء الله، وبعد كده باقي نفتق في الحجر إسماعيل كذلك، فتك حجر إسماعيل، وهذه المراحل حتى يسهل علينا عملية التلبيس، تلبيس الكعبة إن شاء الله. يا سلام. بسم الله. Thank you.